طيب، من مجال البترول نذهب معكم إلى مجال الصحة وتحديداً الهيئة العامة للرعاية الصحية. كشفت هذه الهيئة عن آليات الرقابة على مستويات أداء المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بمحافظتي بورسعيد والأقصر، اللي بيوصل عددها حوالي 105 منشأة صحية لحد دلوقتي. أشارت الهيئة إلى وجود ثلاث مستويات رقابية لقياس مستوى أداء المنشآت الصحية التابعة ليها، وده طبعاً بيؤدي وبيسهم في تحسين الأداء وتطويره بشكل مستمر. إحنا محتاجين نعرف إيه حكاية المستويات الرقابية الثلاثة دي من خلال قياس أداء المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، مع الدكتورة رضوى إمام المشرفة العامة على الإعلام والتوعية الصحية بهيئة الرعاية الصحية. دكتورة رضوى، تحياتي لحضرتك. تحياتي حضرتك استاذ ايه. لو هنتكلم عن المستويات الرقابيه الثلاثه اللي بيتم من خلالها زي ما قلنا قياس اداء المنشات الصحيه التابعه للهيئه، نقدر نقول ايه؟ احنا حقيقي الهيئه العامه للرعايه الصحيه ومنظومه التامين الصحي الشامل حريصين دايما ان احنا نراقب مستوى الخدمه اللي بيتقدم، خصوصا انها منظومه وليده، وعايزين نبقى وحريصين ان دايما مستوانا يفضل محافظين عليه ونحسن منه. فتم تفعيل اكثر من مستوى للرقابه على الخدمه. أول مستوى هو المستوى من رئاسة الهيئة أو المستوى العام على مستوى الجمهورية اللي بيتابع أكتر من محافظة، دي تابعة لرئاسة الهيئة. إحنا عندنا إدارة عامة مخصصة للمراجعة الداخلية ومتابعة الأعمال كلها، وبتنزل تمر بشكل دوري على محافظة بورسعيد ودلوقتي محافظة الأقصر بما إنها انضمت معانا حديثا. نراقب بيها جودة الخدمة على جميع المستويات، من أول الإمداد والتموين، التحول الرقمي، ردود افعال المواطنين، جوده الخدمه الطبيه نفسها مقدمه، لو في اي شكاوى المواطنين. فرئاسه الهيئه بتبقى احد المستويات المسؤوله عن الرقابه. عندنا كمان فروع لهيئه الرعايه الصحيه بالمحافظات، فداخل الفروع دي في وحده رقابيه داخليه برضو بتراقب على جوده الخدمه بشكل مستمر وبشكل دوري، وبتتابع مؤشرات قياس الاداء. واخيرا اخر مستوى واهم مستوى طبعا من وجهه نظرنا هو المواطن نفسه، لان المواطن هو اهم مؤشر لقياس الاداء بالنسبه لنا. صحيح. هو رضاه هو المؤشر الحقيقي والهدف الحقيقي بالنسبه لنا كمنظومه تامين صحي شامل. فالمواطن بيقدر يوصل لنا من سبل عديده، من اول ميداني من خلال ممثلي رضا المنتفعين اللي معاهم في الوحدات والمستشفيات، بنتابع اراء المواطن من خلال بقى استطلاعات الرأي أو من خلال ماكينات الفيدباك ماشين الموجودة في بعض الوحدات والمراكز عندنا التابعة للمنظومة. كمان احنا عندنا خط ساخن مخصص لاستقبال كل المشاكل والاستفسارات والشكاوى 15-3-4-4، ده بنستقبل منه جميع المشاكل، واحنا الحمد لله احنا بنحل كل المشاكل اللي بتورد إلينا وأي المعوقات. ايه طبيعة المشاكل يا دكتورة رضوى اللي بتورد ليكم يعني؟ بيجي ممكن شكاوى خاصة بيه، طريقة الحصول على الخدمة، في عدم رضا من أي مواطن عن خدمة معينة تلقاها، أو طبيب معين خد منه الخدمة، فإحنا أو في ممكن بعض الإجراءات الورقية ممكن يكون شايف إن هو متعطل فيها، إحنا بنحاول من خلال الشكاوى دي إن إحنا نقدر في معانا مسؤول رضا منتفعين خلال 48 ساعة بيتابع مع المواطن حل المشكلة بتاعته أو أي معوقات هو بيواجهها في حصوله على الخدمة. خلال 48 ساعة بالظبط هو المعيار اللي احنا حاطينه لنفسنا داخل وحدة رضاء المنتفعين، ان احنا نحل المشكلة دي ونتابع معاه، وكمان بعدها بياخد مكالمة متابعة بنتأكد ان المشكلة اتحلت نهائيا. حلو قوي. ردود افعالهم ايه بقى بعد حل المشكلة؟ يعني ايه الاقتراحات مثلا اللي بيقولوها لكم؟ ايه اللي انتوا بتخلوا ملاحظاتهم دي تبقى في اجندة اولوياتكم في تطبيق الاستعدادات الخاصة واخر التطورات للهيئة؟ احنا الحمد لله من مؤشرات قياس الاداء مؤخرا احنا تخطينا 93% من استطلاعات الراي مع المواطنين خلال السبل المختلفه اللي قلت لحضرتك عليها. الحقيقي بيبقى رده الفعل ايجابيه جدا لما المواطن يحس ان في حد بيتواصل معاه يقول له هي مشكلتك اتحلت ولا لا، طب حضرتك عندك راي في تحسين الخدمه بشكل اسهل واوفر. فالردود الافعال بتبقى ايجابيه، اي حد بيحس ان هو مسموع، اي حد بيحس ان هو محل اهتمام، اكيد طبعا بيبقى رده الفعل منه ايجابيه. وبتساهم معانا احنا كمان في ان احنا نحسن مستوى الخدمه، نعدل من مستوى مستوانا داخليا. ممكن بنعرف بعد كده بيبقى بالنسبه لنا زي كده جرس انذار او الارم بدري ان هو طب المنشاه دي احنا محتاجين نحسن فيها حاجه معينه، طب احنا نخلي بالنا ان محتاجين مثلا نعدل في اليه تقديم الخدمه بالطريقه الفلانيه، عشان نقدر كمان بنستغل التجربه دي انها اتنقلت لبورسعيد بعد ما احنا بقالنا تقريبا سنه ونص بنقدم مقدمين خدمه صحيه في محافظه بورسعيد.
خلاصه التجربه وخلاصه ردود الافعال حسنت معانا ان احنا حطينا لنفسنا اليه عمل اسهل في محافظه الاقصر للمواطنين وكمان تناسب طبيعه المحافظه. اكيد يعني انت جيتي عند مربط الفرس زي ما بنقول، يعني اختلاف ما بين بيئه بورسعيد وكذلك بيئه الاقصر، بشكل او باخر الهيئه ازاي بتتعامل مع هذا الاختلاف، سواء كان الاختلاف الديموغرافي او الاختلاف مع طبيعه الجمهور او المنتفعين من منظومه التامين الصحي الشامل، يعني ايه اخر الاستعدادات الجديده الخاصه بيكو في محافظه الاقصر وكمان طبيعه الاختلاف ما بين محافظه بورسعيد والاقصر؟ مبدئيا اهم اختلاف موجود بين محافظه بورسعيد والاقصر هي المسافات الجغرافيه، المسافات الجغرافيه بين المنشات وبين القرى، لان محافظه بورسعيد هي محافظه صغيره نوعا ما، لكن محافظه الاقصر محافظه كبيره، في مسافات كبيره قوي بين القرى وبين المراكز، فده كان محطوط في الاعتبار في توزيع الوحدات والمراكز التابعه لينا. احنا في الاقصر في 59 وحده ومركز، فال 59 وحده ومركز حاطين في اعتبارنا ان الوحده بتغطي 20 ل 25 الف مواطن والمركز بيغطي 40 ل 50 الف مواطن، فبيتم توزيعهم بشكل عادل بحيث ان المواطنين دايما كان قبل كده بيشتكوا بالذات في محافظات الصعيد ان بيواجهوا صعوبه في المسافات وتخطي مسافات كبيره عشان يقدروا يوصلوا للمنشاه الصحيه. فدي كان اول نقطه لازم احنا نحلها، ان احنا نوسع الدايره بتاعتنا ويكون في منشآت تقدر تغطي المساحه الجغرافيه دي، لغير ان احنا مخصصين 7 مستشفيات، 7 مستشفيات متوزعين على ال7 ادارات الخاصه بمحافظه الاقصر، وبنقدم الخدمات الصحيه اللي بيحتاجها المواطن او 80% من الخدمات او اكثر في وحداته المراكز اللي هي الاقرب لبيته اللي هي هتبقى في القريه او في المركز اللي هو التابع ليه. هيبقى فيها طبيب الاسره بتاعه اللي بيتابع معاه داخل الوحده او المركز، خدمات اللي هي اللي هيحصل عليها شبه بشكل مستمر او متابعه الامراض المزمنه او طبيب الاسنان او المسؤولين عن تنظيم الاسره وطبيب الاسره، كل ده موجود جوه الوحده والمركز اللي هو القريب منه اللي هو هيبقى مسافه تقريبا 10 دقائق لربع ساعه يقدر يوصل بيها للوحده والمركز التابع ليه، ولو احتاج لخدمات متقدمه اكتر فطبيب الاسره بيحوله على المستوى الاعلى هي المستشفيات الثانويه او الثالثيه. دي كانت اول نقطه رعيناها في الاختلاف بين محافظة الأقصر ومحافظة بورسعيد. كمان احنا كنا حريصين ان احنا نوفر كل الكوادر الطبية اللازمة عشان نستقطب أساتذة من الجامعة واستشاريين كبار. الكوادر دي من داخل المحافظة ولا من داخل ومن خارج يا فندم؟ من داخل ومن خارج، زي بالظبط في بورسعيد احنا حريصين ان احنا المواطن ما يتحركش من المحافظة بتاعته يوصل للقاهرة الكبرى عشان ياخد الخدمة اللي هو محتاجها. احنا بنشوف ايه الاحتياج للخدمات الصحية داخل كل محافظة وبنوفر الخبير اللي في الخدمه دي اللي محتاجها المواطن. احنا كمان بنعرض يعني بعض الصور كده على الشاشه، لو مش عارفه طبعا انت فاتحه التلفزيون معانا ولا لا. انا للاسف مش شايفه. طيب بس احنا بنتكلم برضو على يعني حقيقي في استعدادات محترمه جدا واجهزه طبيه مختلفه، وكمان في يعني خلينا نقولها كده باللغه العاميه في نظافه يعني زي ما بنقول، ويمكن كان المواطن بيعاني من رداءة الخدمة حتى في نظافة بعض المؤسسات الطبية، فده برضو أنا شايفة أن دي نقطة أنتوا خدتوها في اعتباركم وبدأتوا تشتغلوا عليها بشكل كبير جدا في هيئة الرعاية الصحية يعني بشكل كبير. هو حقيقي وزارة الصحة والسكان في إدارة المشروع أهم نقطة عندنا من أهم محاور العمل لدى إدارة المشروع لدى الهيئة هي وجود معايير جودة، ومعايير الجودة دي اللي وضعتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. معايير الجودة دي مستمرة، مش مجرد إن المنشأة افتتحت وخلاص، هي صحيح. بيبقى في رقابة مستمرة سواء داخلية لا ومعايير فندقية الحقيقة، يعني إحنا بنتكلم في دي رعاية فندقية بشكل كبير مع كمان وزارة الصحة والسكان. حقيقي احنا بنفعل الخدمات الفندقيه، وزي ما كنا وضحنا مع حضراتكم قبل كده ان الخدمه الفندقيه دي مش هي الخدمه الاقتصاديه زي اللي كانت معروفه قبل كده، هي فكره ان احنا بنقدم خدمه طبيه وازاي برضو نفندق الخدمه وهي بتتقدم للمواطن، يعني يبقى في طريقه تقديم الخدمه نفسها ان اللي بيستقبل المواطن يكون بيبتسم في وشه، ان يكون في وجبه محترمه هو المواطن بياخدها وهو محجوز في المستشفى يعني لا قدر الله، ان يبقى في دايما حريصين ان هو طريقة حصوله على الخدمة هو راضي عنها، يعني العامل النفسي برضه في الاعتبار بشكل كبير جدا مع الاعتبار الجسدي والعلاج الجسدي لأي حالة أو أي منتفع بيكون في هذه المستشفيات. الدكتورة رضوى إمام المشرفة العامة على الإعلام والتوعية الصحية بهيئة الرعاية الصحية،
شاكرة جدا لحضرتك على كل هذه التفاصيل.